مساء الخير. مساء النور. بنتي تعبانه بقالها شهرين مش عارفين عندها ايه. قولي لها عندك ايه؟ بصحى ساعات الليل يكون قلبي بيدق بسرعه, وكنت زمان بعمل رياضه, دلوقتي بقيتش اقدر بتعب قوي. خلاص خلاص انت هتاخدي الدواء ده وتستمري عليه. معلش يا دكتور, هي عندها ايه برضو يعني؟ مش فاهمين. لا يعني ان شاء الله حاجه بسيطه يعني, مفيش مشكله قوي يعني. انا قلقت كده يعني, عندها ايه لو سمحت يعني؟ ايه؟ ما فيش حاجه يعني, دي حاجات نفسيه كلها يعني. هي بس يعني هي مجنونه؟ لا مش مجنونه يعني, هي بتتوتر بقى وقلق. ولا عندها امتحانات؟ اكيد اكيد عندها امتحانات, بس وهي اللي بتجيب لها دي. مفيش مفيش حاجه عن... طب ايه؟ لا لا هو كده ما تقلقوش يعني, هي حاجه بس بسيطه, هي تاخد بس الدواء ده و... ما ارجوكي كده قلقتيني لو سمحتي. لا 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 مفيش حاجه خالص. لا 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 في المشهد اللي شفناه الدكتورة ما كانتش بتسمع المريضة كويس, وكانت كل ما المريضة تحاول تحكي المشاكل اللي عندها الدكتورة كانت بتقطعها, لأنها حست أنها فهمت المشكلة اللي عند المريضة. ودي حاجة غلط, لأن ممكن المريضة تكون عايزة تقول حاجة ولسه ما قالتهاش, فده يؤدي أن الدكتورة تشخص المريضة غلط. وتاني مشكلة أن الدكتورة أصرت أن هي ما تقولش المشكلة للمريضة ووالدتها, وده من وجهة نظر الدكتورة مش مهم للعلاج, ولكن ده حاجة مهمة جدا ان المريض يبقى عارف المشكلة اللي عنده, عشان ده يشجعه ان هو ياخد العلاج ويستمر عليه. انا كنت جيت لحضرتك من شهرين, كنت بشتكي من ضربات قلب سريعة وكرشة نفس وعدم انتظام في النوم يعني. قريت تبتدي على دواء بس ما جابش اي نتيجه خالص, والاعراض بتبقى اوحش يعني. ضغطك عالي حضرتك؟ عالي. ضغطي عالي. طيب هناخد كوردرون؟ ما ده انا خدته من شهرين وما جابش اي نتيجه. طيب هناخده, هنجرب اسبوعين كمان؟ ما انا خدته شهرين والحالات الحاله اوحش مش احسن. معلش طيب هنشوف, هنجرب اسبوعين كمان. احنا ازيك؟ عامله ايه؟ اخبار احمد ايه في المدرسه؟ لا يعني ما عملش الواجب يعني. يعني دكتور بعد اذنك هتشوف احمد. اتفضل. طيب طيب اديوني اديوني. آية ماما زعلانة منك ليه؟ بتقول ما عملتش الواجب لسه. لا يعني بتلعب؟ لا ما ينفعش, مش سايبة. خلص الواجب وبعد كده العب براحتك. دكتور بعد اذنك. احمد بيلعب بعد اذنك. ضغطي عالي وضربات القلب بتزيد, تعبان. لا خلص الواجب الاول يلا, ما تخليش ماما تزعل منك تاني. دي هاني يلا. يا طب سوري لي. يا حنان. طب ومحمود؟ محمود عامل ايه؟ لا يعني يعني ما اكلتش سندوتشات, مش سايق. اديهوني اديهوني حنان اديهوني. دكتور الدواء ده مش زي ما ثانية. طب هكلمك تاني هكلمك تاني. سلام. الدواء ده خدته شهرين وطلع لي اعراض جديدة كمان. طيب هنجربه اسبوعين كمان ونشوف ايه اللي هيحصل. مش هينفع, ما انا جربته شهرين. حضرتك دكتورة زميلة؟ لا حضرتك. طيب انا بقول لحضرتك هنجربه اسبوعين كمان وبعد كده نبقى نشوف اللي هيحصل. حضرتك وقت حضرتك خلص فحضرتك تدفع الكشف ورا. طب حضرتك قلت انك سبت على الضغط؟ لا لا ما خلاص, ما هو عالي زي المنطقه. طيب ماشي. في المشهد ده ممكن نتكلم عن 4 أخطاء للدكتور تجاه المريضه. اولا لما المريضه دخلت وسلمت على الدكتور, كان المفروض الدكتور يبص لها ويقف يسلم عليها ويبين ترحيب اكتر من كده. تاني مشكله المكالمه التليفونيه, مش المفروض ابدا ان الدكتور يستخدم التليفون اثناء وجود مريض, ولا مكالمات شخصيه ولا غير شخصيه.
وبالرغم من المريضة قطعته أكتر من مرة، الدكتور فضل مستمر في المكالمة، وده بين تجاهل كبير للمريضة. تالت خطأ، إصرار الدكتور على العلاج. المريضة وضحت إن بقالها بتستخدمه فترة وما بيجيبش نتيجة، بس الدكتور فضل مصر إن ده العلاج المفروض تستخدمه، وده كان عدم احترام لرأيها. آخر حاجة، تحديد وقت الاستشارة. ده تصرف مادي جدا من الدكتور، بالرغم من إنه هو اللي ضيع الوقت في المكالمة، مش المفروض أبدا إن دكتور يطرد المريض عشان الوقت خلص. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا دكتور؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. وانت كنت قلت لي اعمل شويه تحاليل وارجع لك تاني العياده عشان تبقى. اه انت محمود؟ ايوه انا محمود. تمام. ازيك يا محمود عامل ايه؟ عملت التحاليل كلها؟ عملتها. ايه؟ اتفضل. طب ماشي. طب احنا كويسين اهو الحمد لله. قول لي يا دكتور في ايه؟ احنا كويسين. لا 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 تمام تمام مفيش اي مشاكل. ماشي. طيب الحمد لله. وزياده كانت اطمئنان يعني؟ لو حابب ممكن اخليك تروح لدكتور واحد صاحبي محمد مصطفى، ممكن السكرتيريه بره تديك. خلاص ماشي. طب اكتب لي. لا ما احنا كويسين الحمد لله. خلاص مفيش مشكله. اكتب لي على دواء ولا حاجه عشان. لا لا انت تمام زي الفل، بس روح بس لدكتور صاحبي ده وخلاص. مفيش اي حاجه تكتبها لي اجيبها من الصيدليه ولا حاجه؟ طيب يا دكتور. لا لا انت دوري من المصاريف. لا لا بس ضامن على صحتي. طيب زي طيب شكرا يا دكتور، مع السلامه. الو انا محمد، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. العياده؟ اه الحمد لله تمام. اه صحيح فكرتني، كان في عيان كده لسه خارج من عندي دلوقتي. هو عنده كانسر حاله متاخره جدا، وفي احتمال كبير جدا انه يموت، بس انا ما قلتلوش كده الصراحه. قلت له ان هو حالته كويسه وان هو زي الفل ومشيته يعني، بس قلت له يبقى يجي لك يعني بعته لك عشان تشوفه وتحاول تتصرف يعني تشوف انت هتعمل ايه. اه حلقة ممكن ابعت لك التحاليل كلها لو عايز. هو الحلقة باينه عندي يعني، حاولت يعني عملت كذا تحاليل يعني، خليته يعمل كذا تحليل ونفس النتائج كلها. طيب خلاص مفيش مشاكل. ماشي سلام. في المشهد اللي احنا شفناه ما بين الدكتور والمريض، المريض دخل بالتحاليل على الدكتور وعرضها عليه. شفنا ان الدكتور اتوتر شوية، لكن جه وقال له في الاخر ما فيش حاجة ما فيش مشكلة. في المشهد اللي بعده لقينا ان الدكتور كلم زميل لي وقال له انا كذبت على المريض وما قلتلوش حقيقة حالته. فده يعني ان هو ما طبقش فكرة ان احنا نبلغ المريض بحالته. مش لازم ان احنا نصدمه ونقولها له بكل صراحة، ممكن تتقال بشكل معين بحيث ان احنا ما نقللش من معنويات المريض. تاني حاجة ان هو بعته لدكتور تاني، وده مش من المفروض، لان لو هو في نفس تخصصه ويقدر ان هو يعالجه ما ينفعش ان هو يبعته لحد تاني، لان ده اهمال. بس حياة بهدلاني يعني، كل يوم بلاقي مشكلة أكبر من اللي قبلها. يعني مثلا النهاردة الصبح يعني، لسه النهاردة على طول يعني، صحيت لقيت النت في موبايلي فاصل، ما عرفتش أشوف الأبديتس بتاعت الفيسبوك بتاعتي. الدنيا بجد كنت مبهدل يعني، واحد صاحبي نزل صورة مش عارف أشوفها. لا يعني خالص الدنيا بايظة بجد يا دكتور. أنا مش قادر أستحمل المشاكل دي كلها، حياتي متبهدلة. هدي نفسك. لا لا يا دكتور، أنا مش قادر أستحمل يعني، كل يوم مشكلة أكبر من اللي قبلها. امبارح العربية ما يعني الفانوس اللي كنت حاطه على العربية من فوق وقع، وأنا خلاص يعني ما عرفتش أدور يعني، مش لاقيه في العربية. قعدت أدور مش لاقي مش عارفة أسوق من غير الفانوس. بالراحة هدي نفسك وارتاح ريح نفسك. بجد يا دكتور أنا بقيت مهدل، مش عارفة أعيش من كتر المشاكل اللي في حياتي. يعني لا طيب شوف أنت يا دكتور حاولي تساعديني. طيب أي حاجة. حاضر ثانية. هدي شوية مهدئات هتهديك. مش هينفع يا دكتور، أنا مشاكل كتير أوي، كل يوم مشكلة أكبر من اللي قبلها. ما حاول تبعد عن أي تنشن، أي حاجة تعصبك، علشان ده مش كويس عشانك. أنا كده مش عارف أقوم من النوم. معلش هبقى أشترك لك في النت ده.
ماشي ان شاء الله ده هو ده هيعمل مفعوله هتجيلي بعد اسبوع ان شاء الله تبقى كويس. ميرسي يا دكتور. صورت النهارده مريض يعني استغفر الله العظيم مريض قوي. يعني بص بيشتكي من حاجات هبله قوي. المهنه يعني باظت خلاص. قال لك بساله اسمك ايه بيقول لي هاشتاج هيدرا ناجي. يعني حاجه مش طبيعيه خالص. الاسبوع اللي فات بجد؟ ده مجنون خالص خالص. ده ايوه ده بيقول لي باقه النت. لا ده يعني محتاجه شوفي الموضوع تاني ايه لرئيس القسم لان ده امه نطت من الشباك الاسبوع اللي فات. اه فالواد كان خالص. اديته اي مهدئات وخلاص. اه في المشهد ده شفنا ازاي العيان قاعد يحكي للدكتوره المشاكل بتاعته من وجهه نظره قد ايه هو تعبان، والدكتوره ما حاولتش تتاكد من المشكله الحقيقيه والاسباب اللي تسببت في ده، وقامت مدياله مهدئ. مع ان المشاكل اللي حكاها العيان كانت الفانوس اللي وقع والبقى اللي خلصت، مع ان المشكله في الحقيقه كانت في ان مامته توفت من فتره ودي كانت المشكله اللي سببت المشاكل الثانيه. بس الدكتوره لانها ما سالتش العيان عن اي حاجه خالص فدي كانت غلطه. في المشهد الثاني شفنا ازاي ان الدكتوره ما احترمتش اي خصوصيه للمريض، سجلت له وكمان قعدت تفرج ناس ثانيه الفيديو بتاع المريض عيان وجعلوا منه ماده للسخريه، ودي كانت غلطه كبيره جدا.